السلام عليكم سكندر 1، بنكمل مع بعض في شابتر 1 في ليسن 8. احنا عندنا طبعا احنا الشابتر كله زي ما قلنا بنتكلم عن الفاكتورز اللي بتاثر على الليفنج اورجانيزمز اللي عايشه في الغوطه. فاحنا هنا بنتكلم عن السوليوشنز والكونسنتريشن. اوكي، اللي بيأثر في الموفمنت اوف ووتر وفي الدنسي اوف ووتر. Solutions and concentration. ايه علاقة السوليوشن والكونسنتريشن؟ طبعا انا لما اقول عندي الووتر، الووتر نفسها كبيور بيبقى اسمها بيور ليكويد. طب لو انا قلت سولت سوليوشن، دوبت سولت في ووتر، فده بقى اسمه ميكستشر. فانا كده عندي في فرق ما بين الليكويد كليكويد بيور ليكويد وبين السوليوشن. البيور ليكويد خلاص هو ووتر بس، صفات الووتر فقط. لكن لما اجي اقول سولت سوليوشن او اجي اقول مثلا سوليوشن، سوليوشن يعني ميكسر فيه سوليوت اند سولفنت. يعني كلمه سوليوشن يعني محلول، واي سوليوشن عباره عن سوليوت اللي هو حاجه سوليد دايبه، فسولفنت يعني حاجه ليكويد، سوليوت اند سولفنت. طبعا لما اجي اتكلم بقى عن الووتر نفسها كميكسر، فانا بتعامل مع الووتر اللي هي السولفنت الليكويد اللي بيدوب، والسوليوت اللي هي اني سبستانس سواء كان سولت او شوجر او مينرالز او اي سبستانس او كيميكال سبستانسز، اي حاجه دايبه في الووتر اسمها سوليوت. يبقى لما اجي اتكلم عن السوليوشن او الووتر، مثلا لما اجي اقول سي ووتر دي كده سوليوشن مش بيور ووتر. فانا كده عندي السوليوشنز اللي احنا بنتكلم عنها هي عباره عن الووتر دايب فيها سولتس او مينرالز او كيميكال سبستانس. طيب احنا بقى السوليوشنز اللي بنتكلم عنها دي بتكون اسمها ايكويس سوليوشن. ايكويس سوليوشن يعني هوموجينيوس سوليوشن. هوموجينيوس يعني متجانس، خليط متجانس. يعني ايه متجانس؟ يعني البارتكلز بتاعته او الكومبوننتس بتاعته، مكونات السوليوشن ده كانت سين باي اي او كانت بي ديستينجويشد. كانت بي ديستينجويشد يعني ما اقدرش اميز المكونات دي. يبقى السوليوشن او ايكويوس سوليوشن يعني عباره عن هوموجينيوس ميكستشر، مخلوط متجانس. وي كانت ديستينجويش اتس كومبوننت باي نيكد اي، ما اقدرش اميز مكوناته بعيني. تمام، اوكي. فده اللي بنقول عليه هوموجينيوس ميكستشر او ايكويوس سوليوشن. يبقى انا لما بتكلم عن الووتر بقى مثلا سي ووتر، فانا كده بتكلم عن ايكويوس سوليوشن، او بتكلم عن هوموجينيوس ميكستشر عباره عن سولتس وكيميكال سبستانس ديسولفد ان ووتر. طيب لو حصل بلوشن للفريش ووتر، ففي كيميكال سبستانس بتدوب فيها، فده بقى عباره عن ايكويوس سوليوشن او هوموجينيوس سوليوشن للووتر. طيب ده مفهوم السوليوشن. يبقى انا مفهوم بقى الايه الكونسنتريشن. يعني ايه كونسنتريشن؟ وطبعا الكونسنتريشن عدى علينا قبل كده لما خدنا الاوزموتيك بريشر. كونسنتريشن يعني تركيز، يعني كميه السوليوت، كميه الماده الصلبه اللي دايبه دي. انا لو عندي 2 كابس اوف ووتر، واحدة فيها مثلا 5 سبونز اوف سولت، واحدة فيها 1 سبون اوف سولت. كونسنتريشن انا دلوقتي عندي هنا في 5 سبونز اوف سولت وهنا 1 سبون اوف سولت ونفس الاماونت اوف ووت، يبقى which one is concentrated، مركز ال 5 سبونز لان في لارج اماونت اوف سولت. طب ده اسمه دايليوت يعني مخفف، ده كونسنتريتد مركز يعني ده فيه سمول اماونت اوف سولت. يبقى الكونسنتريشن معناها ايه؟ معناها اماونت of solute. بقول بقى solute مش salt، يعني ممكن يكون solute عندي المادة المذابة نفسها chemical substance أو sugar مثلا. ف amount of solute which dissolved in a dissolvent in solvent. amount of solute dissolved in a dissolved in solvent أو in given amount of solvent. concentration أنا بشوف كمية solute اللي دابت في كمية solvent اللي عندي فبسميه concentration. يبقى عندي solution ممكن تبقى diluted او concentrated على حسب الامونت اوف solution، amount of solution. طب احنا بقى ايه بقى علاقه الconcentration بالdensity؟ طبعا كل ما الconcentration increase الdensity increase، كل ما كميه السولتس او الكيميكال سبستانس اللي دايبه في الووتر increase يبقى الconcentration الdensity increase، يعني يبقى heavier اتقل. طب كل ما يبقى انا دلوقتي عندي بقى يبقى كده عندي هيبقى في ايه؟ في اماكن في الاوشن مثلا فيها low density واماكن high density، فبيعمل بقى current. طبعا الكرنت نتيجه الديفرنس ان density، فبلاقي ان low density move up والhigh density move ايه
موف داون، يبقى عندي الكرنس تبقى عباره عن فيرتيكال كرنس، يعني طالع ونازل، يبقى فيرتيكال يعني ايه بنسميها ايه عموديه، بتبقى طالعه ونازله، يبقى في فيرتيكال كرنس نتيجه الايه الديفرنس ان دينستي في في الووتر عموما. في فرق بين الويفز، الويفز بتبقى فوق هوريزونتال عن السيرفس كده، لكن الكرنس بيقلب الايه الووتر بتاع الاوشن من تحت لفوق، من فوق لتحت، فبينقل النيوترينس ابورد، يطلع نيوترينس، ينقل الليفنج اورجانيزمز في ليفنج اورجانيزمز، تطلعها لفوق تتنفس وتنزل تاني في ليفنج اورجانيزم، مثلا تنزل تصطاد وتطلع تاني. فطبعا اللي بيحرك الليفنج اورجانيزمز، اللي بيحرك النيوترينس للدبس معين او يطلعها للسيرفس، بيكون نتيجه الفيرتيكال كرنس الموجوده في الووتر نتيجه الديفرنس ان دينستي. طيب في بقى عندي كده ايه بقى، احنا قلنا الايكوال سوليوشن والكونسنتريشن، وعندي بقى ايه، عندي حاجه اسمها كوليجيتيف بروبرتيز اوف ووتر. كوليجيتيف بروبرتيز يعني ايه؟ كوليجيتيف بروبرتيز اوف ووتر صفات ليها علاقه بكميه السوليوت اللي داين، او نمبر اوف سوليوت. طبعا احنا عندنا البروبرتيز اوف ووتر بتختلف على حسب التايب اوف سولفنت او تايب اوف سوليوت. يعني لما خدنا قبل كده الاسيديتي والالكلينيتي اوف ووتر بتعتمد على السولت اللي داخل فيه، قلنا مثلا امونيوم كلورايد بيخليها اسيديك لان بيزود الاتش، والصوديوم بيكربونات بيزود الاو اتش فبيخليها الكالاين. فعلى حسب التايب اوف سوليوت بيختلف البروبرتيز بتاع الووتر. ففي بقى كوليجيتيف بروبرتيز مالهاش دعوه بالتايب، بس ليها دعوه بالنمبر اوف سوليوت، كميه السوليد، يعني ليها دعوه بالكونسنتريشن. Colligative properties of water هي properties اللي depend on number of a of solid of solid not its type. Colligative يعني تعتمد على number مش على type. هما four a properties. عندي ال vapor pressure والosmotic pressure. طبعا osmotic خدناه قبل كده، وقلنا الwater بتحرك من low concentration high concentration. وعندي ال boiling point والفريزنج بوينت. فور بروبرتيز بنسميهم كوليجيتيف بروبرتيز، ان هم ديبند اون ذا نمبر اوف ايه نمبر اوف سوليد. نيجي عندي نمبر 1، نبدا عندي بالفيبر بريشر. يعني ايه فيبر بريشر؟ لما بنعمل بويلنج انت الووتر تحاول تتحول لفيبر لما تحصل لها بويلنج، لما بغلي الووتر بعرضها للهيت فبتغلي، يبدا الووتر موليكولز تتحول لايه لفيبر. اوكي طب الفيبر ده لو انا ده كلوزد سيستم، يعني لو بوت حله كده مقفوله، هلاقي ايه الفيبر طلع وبعدين راح راجع تاني حصل له كوندنسيشن. فكده وجود الفيبر على الليكويد بيضغط على الليكويد فبيعمل حاجه اسمها بريشر. يبقى الفيبر بريشر هو عباره عن الايه البريشر، يعني الضغط اكسرتد باي ايه باي فيبر اون ا ليكويد. الفيبر اللي بيضغط بيه الضغط اللي ناتج من الفيبر على الليكويد بتاعه ده، يبقى انا عندي كده ووتر ففي ايه الفيبر اللي طلع من الووتر بيضغط عليه، ده بنسميه فيبر بريشر. يبقى الفيبر بريشر اتس ذا بريشر اكسرتد باي فيبر ان اون اون ا ليكويد. ده بقول في حاله بيكون اسمها دايناميك ايكوليبريم، يعني بيكون الريت اوف ايفابوريشن ايكوال ريت اوف كوندنسيشن. ده انا قافله فبيحصل ايفابوريشن وبعدين بيجي كده في غطا الحله تلاقي ينزل ووتر دروبلتس ثاني، يعني حصل كوندنسيشن فده بيحصل بريشر بنسميه vapor pressure. يبقى vapor pressure هو pressure exerted or resulted from vapor on a on the liquid. okay طيب هنا بقى عندي ايه الفرق بين pure water وما بين solution. pure water بتبقى فيها البوند طبعا اللي ربط الwater molecules ببعض، ما بين molecules of water plus hydrogen bond اللي موجوده ما بين المولكيولز. بقى كده عندي نوعين من البوند، المولكيولز بتاعه الايه اون ذا سيرفيس اوف ووتر، يعني في مولكيولز المولكيولز مربوطه ببعض بوند معينه، وفي برضو بالاضافه الى الهيدروجين بوند. يبقى انا كده الووتر كليكويد في اتراكشن فورس ما بين المولكيولز بتاعتها، اي ليكويد عموما فيها اتراكشن فورس اضافه للهيدروجين بوند. انا كده عندي الووتر بيور ووتر فيها اتراكشن فورس او اتراكتيف فورس بين الووتر مولكيول وفيها هيدروجين بوند. طيب الميكشر بقى هيكون فيه برضو الاتراكشن فورس او الاتراكتيف فورس ما بين المولكيولز وفي الهيدروجين بوند ما بين الووتر مولكيولز، وفي بقى الاتراكشن فورس تاني ما بين مين ومين؟ ما بين السوليوت، كميه السوليوت اللي دايبه والووتر مولكيولز. كده في عندي 3 فورسز. يبقى البيور ووتر فيها الاتراكتيف فورس ما بين المولكيولز بتاعتها اللي هي في اي ليكويد عادي بالاضافه للهيدروجين بوند.
طب الميكشر بقى والسليوشن لما بدوب حاجه في الووتر بيبقى الاتراكشن فورس اللي بين الووتر موليكولز والهيدروجين بوند برضو اللي بتيجي نتيجه البولاريتي والاتراكتيف فورس او الاتراكشن فورس اللي ما بين السوليوت والايه والووتر موليكولز. فكده عندي في 3 فورسز. هنا لما باجي بقى ايه، طبعا هنا في 2 فورسز بس، يبقى انا لما باجي اعمل ايفابوريشن للووتر موليكولز يبقى كميه الووتر موليكولز اللي هتبقى فري وهيحصل لها ايفابوريشن هتبقى كبيره. لكن هنا بقى لو عندي سولت سوليوشن في سولت دايب فانا كده في فورس زياده اللي هي الاتراكشن فورس من السوليد ووتر، فكميه الفيبر او كميه المولكيولز اللي هتخرج هتبقى ايه، هتبقى ليس اماونت لكن هنا لارج اماونت، لان انا عندي في فورس زياده يبقى كده محتاج ايه، محتاج انرجي زياده يبقى كده محتاج اكسس انرجي. انت لو عندك ووتر بس بيور ووتر وعندك سولت سوليوشن وعملت لهم هيتنج مين هيحصل له بويلنج اسرع؟ البيور ووتر. لكن السولت سوليوشن تيكس لونجر تايم لان محتاج اكسس انرجي يبقى ريكوايرد ا لوت اوف انرجي علشان يقدر يعمل بريكنج داون يكسر الاول الفورس اللي ما بين ايه، ما بين السوليوت والايه والووتر موليكولز. يبقى عندي هنا البيور ووتر هتحصل لها بويلنج اسرع يبقى بويلز ايه فاستر من السوليوشن. يبقى كده البويلنج بوينت بتاعت الووتر ليس ذان البويلنج بوينت بتاعت السوليوشن. يعني الووتر لو بتغلي عند 100 ديجري السوليوشن هيحتاج ايه مور ذان 100، يبقى دي ابطا شويه يبقى تحتاج تمبريتشر اعلى. يبقى البويلنج بوينت اوف بيور ووتر ليس ذان بويلنج بوينت اوف ايه اوف سوليوشن ديو تو بريزنس اوف اتراكشن فورس بتوين السوليوت اند ووتر ايه اند ووتر موليكولز ويتش ديليز يعني بتاجل عمليه الايه البويلنج. يبقى كده الفيبر بريشر بقى هنا كده كميه الفيبر طالعه اكتر، يبقى البريشر هنا ايه اعلى من البريشر هنا، بريشر الضغط اللي هيسببه الايه الفيبر على الووتر. يبقى كده عندي بقى الفيبر بريشر بتاع البيور ووتر هيبقى جريتر ذان الفيبر بريشر بتاع السوليوشن. كده البويلنج بوينت بتاعت الووتر اقل هتغلي اسرع فهتطلع كميه فيبر اكتر هيعمل بريشر اعلى. لكن هنا في السوليوشن البويلنج بوينت ابطا يبقى البويلنج بوينت اعلى. اوكي؟ يعني هيبقى بطيء في البويلنج. فبالتالي كميه الفيبر اللي بتطلع اقل. يبقى كده الفيبر بريشر بتاع السوليوشن ليس ذان الفيبر بريشر اوف ايه؟ اوف ووتر. يبقى كده دول الاثنين عكس بعض. يبقى انا كده عندي الفيبر بريشر انفيرسلي مع ايه؟ مع الاماونت اوف سوليوت. كل ما يبقى عندي سوليوت اكتر يعني في عندي مينرالز او سولتس او كيميكال سبستانس ده يبقى اكتر تبطئ البويلنج. اوكي؟ فتقلل الفيبر بريشر. تقلل الفيبر بريشر. كل ما يبقى كميه السوليوت اقل يحصل له بويلنج اسرع يبقى كميه الفيبر اكتر فيزود البريشر. يبقى الفيبر بريشر انفيرسلي مع الاماونت اوف ايه؟ اوف سوليوت. او يقول لك ان الديكريز في الفيبر بريشر دايركت مع الايه؟ مع الاماونت او النمبر اوف ايه؟ النمبر اوف سوليد. الديكريز نفسه دايركت لكن الفيبر بريشر عموما انفرس مع الاماونت او النمبر اوف ايه؟ نمبر اوف سوليد. اوكي؟ طيب بعد كده بقى عندي يبقى انا كده اتكلمنا عن بويلنج بوينت وعن الفيبر بريشر مع بعض. يبقى البويلنج بوينت في البيور ووتر هتبقى ليس ذان البويلنج بتاعت السوليوشن. لكن العكس الفيبر بريشر بتاع البيور هيبقى جريتر ذان الفيبر بريشر بتاع السوليوشن لان هنا النمبر اوف ايفابوريتد موليكولز في البيور ووتر جريتر ذان النمبر اوف ايفابوريتد موليكولز فين في السوليوشن. يبقى انا كده هقول ان الفيبر بريشر دايركتلي مع النمبر اوف ايفابوريتد موليكولز، عدد الموليكولز اللي هتطلع فبالتالي هيزود الايه البريشر. اوكي؟ يبقى كده عندي البويلنج بوينت بتاع السوليوشن هتبقى higher than the boiling point of a of pure water. اوكي طيب البويلنج بوينت بنقول عليها ان هي ايه specific property او characterized property او physical property. هي property مميزة لأي substance. اشمعنى؟ لان انا عندي كل matter بيحصل لها boiling عن temperature معينة. ف البيور ماتر بقى مثلا الووتر البويلنج بوينت بتاعتها 100. لكن طبعا انا كده لو ايه لو عملت اي تشينج دوبت فيها حاجه التمبريتشر البويلنج بتغير. فانا كده ممكن اقدر اميز البيوريتي بتاعت السبستانس اللي قدامي من البويلنج بوينت بتاعتها. البيور ووتر عند 100 يبقى كده لو بقت ليس ذان او مور ذان 100 يبقى كده الووتر دي امبيور. كذلك قالك والتاني بيحصل له بويلنج مثلا عند تمبريتشر 50
ده البيور ليكويد. طب لو بيحصلوا تمبريتشر عند 60 بويلنج عند 60 او عند 40 يبقى ده امبيور. يبقى وي كان ديستينجويش او وي كان كاركترايز البويلنج البيوريتي اوف بيور ليكويد باي ايه؟ باي ايدنتيفاينج اتس بويلنج بوينت. بقدر اميز او اعرف البيوريتي يعني نقاء السبستانس دوت بمعرفه البويلنج بوينت. بيكوز ايتش سبستانس هاز اتس اون بويلنج بوينت. كل سبستانس عنده البويلنج بوينت الخاصه بيه. طيب احنا دلوقتي لو رجعنا للفيبر بريشر، لو انا على السيرفس طبعا احنا كده ايه قبل ما اعمل بويلنج، فانا كده اللي على السيرفس البريشر اللي على السيرفس كنا بنقول اسمه ايه؟ اتموسفيريك بريشر. كنا بنقول عليه ايه؟ اتموسفيريك بريشر. فلو انا بغلي حاجه والحاجه دي اكسبوزد تو اير، متعرضه للهواء، كده عندي ايه؟ عندي الاتموسفيريك بريشر وعندي الفيبر بريشر بتاعها. طيب امتى بقى بيحصل البويلنج اصلا؟ بيحصل البويلنج لما بيكون الاتموسفيريك بريشر ايكوال الفيبر بريشر. يعني انا دلوقتي لو الاتموسفيريك بريشر ايكوال الفيبر بريشر عندي، يبقى كده الفيبر اللي خارج من الووتر ايكوال الاتموسفيريك بريشر اللي هو بتاع الاير بريشر او ضغط الهواء، ساعتها يحصل عمليه البويلنج، يبدا يتحرر المولكيولز ويحصل لها ايه؟ يحصل لها ايفابوريشن. يبقى انا كده عندي البويلنج بوينت انكريزز لما الاتموسفيريك بريشر انكريزز. ازاي؟ انت دلوقتي عارف في حاله اسمها حاله الضغط. حاله الضغط بتعمل ايه؟ بتحبس، ما بتبقاش بتبقى مقفوله جدا كلوزد، يعني بتحبس الفيبر هنا عشان تزود البريشر. فكل ما تزود البريشر يزيد الغليان جوه، عشان كده الاكل بيستوي اسرع. فهنا باي انكريزنج فيبر بريشر البويلنج بوينت هنا ايه؟ انكريزز. يعني لما بزود الفيبر بريشر بيزود البويلنج بوينت جوه الايه؟ جوه البان دي او جوه البريشر بان. طيب برضه انا عندي هنا البويلنج بوينت بتزيد لما البريشر الاتموسفيريك بريشر بيزيد. ازاي بقى؟ كل ما اضغط اكتر يبقى في صعوبه ان ده يتحول لفيبر. كل ما الاير بريشر او الاتموسفيريك بريشر انكريزز يبقى كده البويلنج بوينت هي كمان ايه؟ انكريز، عشان عمال اضغط عليها فهي عشان عايزه تطلع وانا بزق، فكده في ايه؟ في انفرس ريليشن. يبقى كده لما الاتموسفيريك بريشر انكريزز البويلنج بوينت انكريز. ليه؟ عشان كده بعمل استراجل او بعمل اعاقه للمولكيولز ان هي تطلع. اوكي؟ وبالتالي احنا كل ما بنموف اب، كل ما نطلع لفوق الاتموسفيريك بريشر انكريز، كل ما ننزل لتحت سوري كل ما نطلع لفوق البريشر ديكريز، كل ما ننزل لتحت الاتموسفيريك بريشر او البريشر عموما ديكريز. فكل ما قلنا في الاوشن كل ما ننزل البريشر انكريز، طب نطلع البريشر ديكريز. كده بقى كل ما اطلع لفوق البويلنج بوينت ديكريز. يعني لو انت كده عندك ماونتين مثلا وانت هنا بتغلي ووتر، هنا هتغلي مثلا عند 100 عند النورمال اتموسفيريك بريشر العادي، طب كل ما اطلع هتقل، بقت مثلا 80 بقت 70 بقت 60. كل ما بنطلع لما البريشر ديكريز فالبويلنج بوينت برضو ايه؟ البويلنج بوينت ديكريز، يبقى هيبقى البويلنج بتاعه اسرع. ليه؟ لان انا هنا البريشر بيضغط عليا على الليكويد، فعشان يعمل ايفابوريشن بيبقى ايه؟ بيبقى بطيء شويه. لكن كل ما بنطلع البريشر بيقل فبيحصل بويلنج ايه؟ بويلنج اسرع. يبقى انت لو هتقارن ما بين البويلنج بوينت مثلا بتاع ليكويد انت حاطه ات ذا توب اوف ماونتين، هتلاقي الايه؟ البويلنج بوينت بتاعته لزان لو هو على السيرفيس على او عند السي ليفل. يبقى باي انكريزنج هايت البريشر ديكريز فالبويلنج بوينت ايه؟ ديكريز. طبعا نقصد البريشر اللي بيضغط على الايه؟ على الليكويد. فكل ما بيضغط اكتر بيزود البويلنج بوينت، يعني يخليه ايه؟ يخلي الليكويد عشان يتحرر ويبقى جاز. بويلنج يعني ايه؟ يعني تشينجينج فروم ليكويد تو جاز. يعني الليكويد مولكيولز بتبدا المولكيولز تبعد عن بعضها لما بتاخد انرجي وتحول ايه؟ تحول لجاز. اوكي؟ يبقى كده عندي قلنا البويلنج بوينت بتاعت السوليوشن هاير زي البويلنج بوينت بتاعت البيور ووتر، نتيجه ايه؟ نتيجه الاتراكشن فورس ما بين الايه؟ السولفنت والسوليوت مولكيولز. So it increase the required energy، but energy اللي needed to evaporate او to boil the solution تبقى greater than which needed to boil pure water. عندي بعد كده ال freezing point. احنا كده قلنا ال vapor pressure وال boiling point. في بقى عندي number 3 freezing point. freezing يعني ال liquid يتحول ل solid. يقرب كده من بعض والمولكيولز بتاعته get closer، يبقى من liquid لايه؟ ل solid. طبعا بيحصل تشينج من ليكويد لسوليد عند تمبريتشر معينه. لو جينا نقول الووتر بيحصل لها بويل فريزنج، يعني تحول من ليكويد لجاز عند من ليكويد لسوليد عند تمبريتشر زيرو. طب الووتر بقى لو فيها سوليود داي فيها حاجات،
فالسوليد موليكولز ستراجل او هايندر بتعوق عمليه الفريز. انا عماله الم، عايزه الم الموليكولز عشان تجمد على بعض. طب انت كده ما عندكش الووتر موليكولز لوحدها، ده انت عندك فيه كمان ايه؟ في عندك كمان سوليد، في سولز ده فيه. فكده عشان ووتر موليكولز تقرب من بعض وتحصل لها فريزنج، السوليد موليكولز بتعمل هايندر بتعوقها او تعمل ستراجلنج، بتعوق الايه الكلام ده، فبالتالي بتبطئ عمليه الفريز. فبدل ما الووتر يحصل لها فريزنج عند زيرو، لا ده بيحصل لها فريزنج عند ليس ذان زيرو، يعني نيجاتيف، نيجاتيف 10 مثلا، نيجاتيف 20، نيجاتيف 5 بالنيجاتيف، ليس ذان ايه، ليس ذان زيرو ديجري. يبقى كده بيحصل ديكريز للبويل، الفريزنج بوينت. يبقى الفريزنج بوينت بتاعت السوليوشن ليس ذان الفريزنج بوينت بتاعت البيور ووتر. ليه؟ لان احنا هنا الفريزنج بالنيجاتيف بقى، يبقى البيور ووتر بيحصل لها فريزنج عند زيرو، لا كده السوليوشن هيبقى عند ليس ذان ايه، ليس ذان زيرو. يبقى انا مثلا حطيتها في الفريزر عند تمرين، انت لو حطيت مثلا سولت سوليوشن ووتر في الفريزر، اللي هيجمد اسرع الووتر، لا هتلاقي السولت سوليوشن هيحتاج وقت شويه، يعني محتاج التمبريتشر تقل اكتر. اوكي، يبقى كده ايه الفريزنج بوينت اوف سوليوشن ليس ذان الفريزنج بوينت بتاعت الووتر. وبالتالي هنا هنلاقي في الكولد اريا الاماكن البرد مثلا في القطبين وكده، او روسيا او الاماكن اللي بيبقى عندهم الدنيا بتمطر جليد، يعني الرين، الرين ووتر نازله ميه المطر، هما بيرشوا سولت على الارض. ليه بقى؟ لما تنزل الرين المطره تدوب، تدوب السولت ده، فانا كده ما بقاش عندي ووتر، بقى عندي سولت سوليوشن، كده بقى عندي في الطريق ميه بملح. طب السولت سوليوشن هيحتاج ايه؟ لازم محتاج الفريزنج بوينت بتاعته لازم البيور ووتر. فبدل ما هنا لو التمبريتشر 0 ديجري الووتر مش هتجمد بقى، ليه؟ لان بقى سولت سوليوشن مش ووتر، هتحتاج تمبريتشر ليس ذان زيرو. يبقى كده ليه الناس بيعملوا سبريد سولت اون ذا رود اوف كولد اريا، بيرشوا ملح على الطريق بتاع الكولد اريا تو ديكريز فريزنج بوينت اوف ايه، اوف ووتر. فهو بقى كده سولت سوليوشن، فات نيدز ايه، ليس تمبريتشر تو بي فريز، محتاج تمبريتشر اقل من كده، فهو بالتالي ايه مش هيلحق يحصل له فريز. اوكي، فبالتالي طبعا it reduces ايه the chances of accident، بتقلل الحوادث يعني. طيب يجي بقى يقول لي هنا ال distribution بقى بتاع، طبعا ال osmotic pressure ده كان number 4 طبعا احنا واخدينه قبل كده، وقلنا ال osmotic pressure في ال ايه، في ال water، في ال pure water وفي ال solution. طبعا هيبقى هنا low هنا high، فدايما اتجاه ال water من ال low ايه لل high، او من ال pure لل solution، او من اللو كونسنتريشن لهاي كونسنتريشن. يبقى احنا كده لو جينا نعمل سامري كده، عندي مثلا البيور ووتر وعندي السوليوشن او الميكستشر سوليوشن. لو قلنا الفيبر بريشر قلنا بتاع البيور ووتر هيبقى ايه جريتر ذان السوليوشن، يعني عشان هنا بيحصل ايفابوريشن اسرع، فكميه الايه، كميه المولكيولز اللي حصلها ايفابوريشن اكتر فبتضغط اكتر. طب لو جينا نتكلم عن البويلنج بوينت، البويلنج بوينت دي اسرع، يبقى البويلنج بوينت بتاعتها ليس ذان السوليوشن، سوليوشن محتاج تمبريتشر اعلى علشان يحصل له بوينت. طب الفريزنج بوينت قلنا السوليوشن عنده الموليكولز بتاعت السوليود بتعوق عمليه الفريزنج، يبقى كده الفريزنج بوينت بتاعت الووتر جريتر ذان السوليوشن. اوكي، ده بيتاجل فبيحصل له فريزنج عند تمبريتشر ليس ذان ايه، ليس ذان زيرو. طيب قلنا الاوزموتيك بريشر، طبعا الاوزموتيك بريشر بتاع الووتر ليس ذان الاوزموتيك بريشر بتاع ايه، بتاع السوليوشن. يبقى انا كده عندي فيه اتنين مور ذان واتنين ليس ذان، الفيبر بريشر والفريزنج بوينت في البيور ووتر جريتر ذان السوليوشن، البويلنج بوينت والاوزموتيك بريشر في البيور ووتر سمولر ذان الايه، السوليوشن. هنا بقى يجي يقول لي طبعا احنا عندنا الفاكتورز اللي بتاثر في الديستريبيوشن اوف ليفنج اورجانيزمز في الايه، في الـ في الاكواتيك انفايرمنت. التايب اوف ووتر، طبعا الووتر تايب او تايب اوف ووتر، في الحاجات اللي بتعيش في الفريش غير الحاجات اللي بتعيش في السول، الحاجات اللي كان سرفايف ان فريش غير اللي كان سرفايف في السول. فطبعا بتختلف في الدنسيتي، بتختلف عندي في البريشر، بتختلف في الاماونت اوف سولت، الاماونت اوف نيوترينز، بتختلف في الاوزموتيك بريشر، فبالتالي الووتر تايب يبقى فيها كل الكلام اللي قلناه قبل كده. الاوزموتيك ادابتيشن او الاوزموتيك بريشر، قلنا في عندي الكائنات اللي بتعيش في الفريش ووتر غير عندها ابيليتي ان هي تقدر ايه، تقدر تعمل اكسكريشن لمور ووتر، لان هي جسمها بيدخل لها مور ووتر علشان السولت جوه جسمها اعلى من بره، او الاوزموتيك بريشر جوه جسمها اعلى من الفريش ووتر. الحاجات اللي بتعيش في السولت ووتر عندها ادابتيشن ان هي تقدر ايه، عندها السولت بيتحرك من جسمها لبره، فعندها ادابتيشن ان هي تحتفظ بالايه، بالووتر او بتدخل ووتر. يبقى هنا عندي الاوزموتيك ادابتيشن، في كائنات بتقدر عندها ادابتيشن تعيش في الفريش ووتر اللي هو
لو اوزموتيك بريشر، وفي كائنات بتعيش في السولت ووتر اللي هو هاي اوزموتيك بريشر. الكونسنتريشن اوف نيوترينز اند بلوتينز، طبعا دايما النيوترينز بتبقى متوفره اكتر في الايه، في السيرفيس. فعندي طبعا في كائنات بتحتاج تعيش على السيرفيس زي البلانتس عشان تعمل فوتوسينثيس، والالجي والمايكرو اورجانيزمز بتبقى بتحتاج تبقى ايه اباندنت او متوفره اكتر على السيرفيس علشان تقدر تعمل فوتوسينثيس. يبقى برده توزيع النيوترينز بيفرق عندي في الدايفرستي او التوزيع او التنوع في الليفينج اورجانيزمز. والبلوتنس طبعا كميه الملوثات، في كائنات تقدر تعيش مع ليفل معين من البلوتنس، وفي كائنات مش تقدر تعيش مع الليفل ده. طبعا هنا بيقلل الدايفرستي، البلوتنس بيقلل الكائنات الموجوده في الايكو سيستم. سيزونال تشينج، طبعا انا عندي السمر غير الوينتر، وان بتوين ما بين السمر والوينتر في برضو تشينجز بتحصل. فانا كده عندي في كائنات بتقدر ممكن تعمل مايجريشن، بتهاجر ما بين السيزونز علشان تعيش في تمبريتشر معينه. يبقى في عندي هنا سيرتن تايبس اوف اورجانيزمز مي موف تو نيو اريا، يعني يعملوا مايجريشن ديورينج دراي اور فلوت سيزون، ممكن يكون في فيضان في جفاف، فبالتالي بيحصل مايجريشن او بيحصل موفينج للليفينج اورجانيزمز from place to another. الووتر كارنس، طبعا قلنا الووتر كارنس مهم جدا عشان بيحرك، بينقل الاكسجين، بينقل النيوترينز، بينقل الكربون دايكسايد، بينقل الليفينج اورجانيزمز نفسها من السيرفيس للديب اوشن اند فايس فيرسا. يبقى كده عندي دي فاكتورز بتاثر في الدايفرستي، يعني تنوع او انتشار الليفينج اورجانيزمز وتوزيع الليفينج اورجانيزمز على الاوشنز او السيز او الريفر، سواء في السيرفيس او في الميدل او في ان ذا بوتوم اوف او في الديب اوشن. ده كده كان ليسن 8، ليسن بسيط وسهل. في الفيديو الجاي نكمل نقول ليسن 9 اللي هو اخر ليسن في شابتر 1. ثانك يو.